يلا استعجلي، ما ضل معنا وقت. لكني اجي. ركدي وراي. اشتغل الموبايل وأخيرا. يلا دق للشرطة. يا الله شوفي خلص شحنة. شو رح نساوي هلأ يا أمير؟ أوف يا ما زبط معنا أي شي، صرنا كتير بعاد، مستحيل حدا يقدر يلاقينا ونحن عالجبل. شو بدنا نساوي يا أمير؟ أمير وين رايح؟ استناني أنا بخاف. شو صار لك؟ رد علي. استناني لك أمير. وقف شبك. أنا هون. ما في شي. وين اختفى القارب؟ ما بعرف، يمكن الموج خلاه يتحرك. حتى القارب راح بسببك انتي. ما كان لازم تطلعي معي على الجبل، كنتي خليكي بالقارب. كان في جوا القارب جثة. أنا بخاف ضل لحالي. وكمان رح يصير بالليل، ما منقدر نضل بالجزيرة، بتخوف. بكفي تنقي، خرسي. كل شي صار معنا بسببك استاذ أمير. لا مو صح، بسببك انت يا عنيدة. ما تقول عنيدة. غبية وعنيدة كمان. أمير ما بقى تحكي معي. على أساس أنا رح موت لحتى أحكي معك. كأنه في حدا بالجزيرة. الرجال الميت. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.